أتت زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجي والنائب فريد الخازن إلى بكركي لتكريس العلاقة الممتازة المرتكزة على الصراحة والاحترام المتبادلين بين تياره والصرح البطريركي. إحنا اليوم ببكركي أولاً تنسأل خاطر سيدنا البطريرك، وتاني شيء تنثبت أنه ولا يوم من الوقت اللي سيدنا صار بطريرك في أي خلاف شاب بيننا وبين بكركي. ما كل شهر في لجنة بتجتمع تحت رعاية بكركي. ما بعرف ليش نعمل إيمي هالقد إنه حضرت المرضى ولا ما حضرت هذا الاجتماع. جينا شفنا ورقة مكتوبة وبلبنان ما في شيء بيتخبى. معروفين مين عاملينا، ينتمون لأي حزب. وقت اللي نحن بدنا نمشي بهذه الأفكار نحن منروح عند الحزب نمشي معه ديريكت. فرنجي الذي أكد انفتاحه على كل حوار والعمل من أجل أمان المسيحيين وليس من أجل أمنهم كما يطرح البعض، وهذا لا يتحقق بالتخويف وخلف المتاريس، رأى أن ترشيحه لا يضرب العمليات الديمقراطية في انتخاب الرئيس بل يكرسها. وردا على إمكانية تخلي الثنائي عن ترشيحه أجاب: لم نمر بأي ظرف غير صريح بين بعضنا. ولفت إلى أن ما من رئيس جمهورية يحبذ وجود سلاحين. أنا حب صوت لشخص يكون ما يتأثر بالمعرقلين، ما يكون كل ما واحد بده يعطل البلد يقدر يخاف منه ويصير مرعوب منه على أساس أنه ما بنمشي إذا فلان مش راضي ولا فلان مش راضي. كان جبران بيصير واللي كان غيره. من هون أنا بقول أنا مع رئيس ذو حيثية وما بيخاف من هؤلاء. ما بدي أقول مين، جبران بيصير وغيره، أكيد بيكونوا هني شريك، بس ما بيكونوا هني إذا بدك يلبين على ظهره ومش شايفينه مثل ما بدك. فرنجي يعتبر أن حضور السفير السعودي وليد بخاري اللقاء مع النائب باسيل علامة جيدة، وبالنسبة إلى تغيبه عن اجتماع السفراء في بنشعي قال: عذره مرضي وهذا حقه، وبيتنا مفتوح للجميع وخصوصا للسعودية، وأهلا وسهلا فيه، بس يجي على بيته.